السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ واش راكم مبروكه رمضان كريم؟ حنايا في اوروبا صبحنا صايمين هاد النهار هذا، الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. الناس المغرب هيصوموا غداتهم، واش راكم مبروكه ورمضان كريم؟ هنايا صافي الصباح نط من بعد ما صليت وداكشي، قلت ندخل الكوزينه غادي نوجد هنا الفطور ديالي، غادي ندير شويه بشويه باش نرتاح. كتعرفوا مع الحمل يعني كتكون شويه صعيبه في رمضان. هنا دخلت ندير البطبط بالشحمه هو الاول، واللول البريوات هذوك البسيطلات ديال الدجاج، وان شاء الله غادي تشوفوا التتمه ديال لا فيديو في الليل ان شاء الله. يعني غادي نحاول نلوح لكم فيديو مع 6 وفيديو مع 8:30 ولا 9، سا ديبون على حساب وقتاش ما كملتو ان شاء الله. ما كملتوش راه حتى الغدا ان شاء الله. هنا درت واحد نص كيلو ديال الطحين، درت هنا واحد زلافه ديال الفينو، درت هنا الملحه، ودرت الخميره المعجونه. بطبيعه الحال كنعجنو هنا بالمي هدافي، هذا البطبوط كيجي واعر البنات، عرفتي معمر. اللي ما كتبغيش الشحمه دير الكفته، واللي ما كتبغي لا شحمه لا كفته غير داك البصله والفلفله والزيتون والحار والقزبر والمعدنوس، كيجي يا البنات يا سلام. اما ديروهم بطبوط اما الحمد لله اسمحوا لي، اما ديروهم مسمنات هكا وتخبزوهم. انا عبد الرحيم الا ما كانش هذا البطبوط هذا يترمضان علينا كل واحد اشنو كيبغي. عبد الرحيم عزيز عليه هذا البطبوط هذا ديال الشحمه في رمضان، يعني خاصنا ضروري منه. صافي غادي نعجنها وندلكها ونخليها ترتاح. هنا البنات صافي العجينه راه هي عجنتها مرخوفه شويه، كتكون العجينه مرخوفه خليتها كترتاح. هنايا خديت شويه ديال الزويته اللي غادي نشحر فيها البصله والفلفله والشحمه عندي هنايا محكوكه، ودرت المقله الاخرى الكاسرونه الاخرى باش نقلي فيها اللوز ديال البريوات ان شاء الله اللي غادي نعمرو ديال البصيطلات. صافي هنا البصيلات درت هنايا واحد جوج البصلات كبارين كبارين نيت، قطعت شلت قطعتهم يعني، ودرتهم هنايا كيتشحروا مزيان. عندي الفلفل الفلفله بالالوان عندي حمراء خضراء صفراء، حتى هي غادي نديرها هنايا كتشحر مع البصله. كما قلت لكم كيجيو واعرين مع فيهم داك الحار، ودرت فيهم العطريه ديال الشاورما هكا يعني باش كتبدلوا شويه النكهه. صافي هنايا خديت الزيت كما قلت لكم، كنقلي انا اللوز في الزيت البارد. درته هنايا وقع عندي واقيلا شي 300 غرام ديال اللوز، شي 300 غرام ديال اللوز هكاك يعني فايت رابعه. وغادي ندوز حتى هي غادي نقليها في الزيت ونخليها تبرد باش ندوز نهرمشها باش نعمروا البريوات. يدهنا ويدهنا من بعد ما الصباح زعما عبد الرحيم عاوني في جميع الدار، يعني دخلت الكوزينه الا ورا البيوت مجموعين دايرين سبيراتور، الدار يعني نقيه هكا يعني باش كنتعاونوا انا وياه. ما نكذبش عليكم يعني كتعرفوا كيف ما قلت لكم مع الحمل راه كتكون شويه صعيبه في رمضان، ولكن ربي الحبيب راه كيشوف من حالنا وكيهون علينا. والله حتى كيهون علينا الجوع، الحمد لله ما حسيتش به، ولكن شويه السخفه، ولكن سي نورمال النهار الاول. صافي هنا درت الملحه، درت شويه الخرقوم، درت هنايا الفلفله الحمراء اللي كتكون يعني تقريبا شي جوج معالق هكاك، درت الكمون، درت سكينجبير، درت هنا الابزار وشويه ديال السودانيه، هانتوما السودانيه الحاره حيت هما كيبغيو والحار هادو ديال الشحمه. درت هنا شويه ديال العطريه ديال الشاورما، ولا ديروا عطريه اللحم ولا ما ديروش، يعني كيبقى لكم داكشي اللي عندكم يعني تقدوا انكم ديروا. هنا عندي قزبر ومعدنوس مقطعين، وعندي هنايا الزيتون الخضر حتى هو قطعته، حيت انا عند الجزار اللي كيكون عنده هذاك مقطع هذا كنشري هاد العلب كيكون مثقوب هكاك، وكنقطعو قطع هكاك صغيره. صافي كنخلي الحشوه كتشحر ليا مزيان مزيان، غير شويه يعني ماشي داك البصله وداك الفلفل يعني يدوبوا في مره، نو يبقاو واقفين شويه حيت كي البطبوط كيكمل الطياب ديالو في ملي كتكوني كتخبزي فيه. صافي كنحرك هنايا مزيان، والحشوه يعني كنخليها تبرد، ديما الحشوه البطبوط تبرد عاده باش دوزو تعمرو بها البطبوط. هنا البنات هانتوما شوفو النظافي اش جاب ليا، خاصكم راه مهدودة اللسان راه ناعس كنهضر على الزبد. دابا داك الورقة باش نلوي البريوات ديال الدجاج ديالي، هادي ديال الدي كبدلونا غير لومبالاج ومشاو لقا الفريز. شوفو تبارك الله حاطين الفريز في الدي بأورو سيكون في الباركيطة، عرفتي الفريز من داك الشركي جاب ليا أنا وعاد شحال، واحد جوج تلاتة ربعة تمنية دالباكيات. هنا راه حليت منو البنجين، إسلام سلامتو راه صايم اليوم مع جدنا مع السبت. دابا هادشي نخلي شويه ناكلو وشويه غادي هذا تبارك الله كله على مزوينات، وغادي نقطعو ونخشي في الكونجيلاتور. ينفع دابا العصير اللي بغات الفريز تمشي لالدي. عرفتي شحال وانا كنت كنقلب على الفريز،
وقيلة حتى في ليدل، حيت داك النهار شوني مشيت حتى ليدل وما لقيتوش. شي كامل غادي نحيدو، نحيد هنا غير هاد ثلاثه د البطيطه ناكلوهم. وهادشي هذا كيشهي كيشهي، شوفي اختي اللي كان لي مزيان كله زوين والله. ما جاي دابا غير وقت الفريز هنايا، هذا البنات غادي هذا غادي نغسلو ونخليه في الشبكه كيستقطر، وغادي نسفكو في الميكات ونخشيه في الكونجيلاتور. ندير كل طحنه كل عصره زعما بوحدها، عزيز عليا انا العصير ديال الفريز بزاف، ما عنديش مع العصير ديال المقازة، انا داك الحامض هو اللي كنشرب. هنا صافي دابا نكمل هادشي وندوز نصاوب البطبوط ديالي، العجينه راها خمرات باش نخليه هو يخمر شويه باش ندوزو نعمرو البريوات ان شاء الله. هنا صافي كانت العجينه هانتوما ضعف لي الحجم ديالها ميم با نص ساعه البنات، والله العاد مشي عجنتها مشيت شحرت لقامه، خليت لقامه كتبت قطعت الفريز، لقيت العجينه هانتوما خمرات ليا. كنكونها يعني على حسب الرغبه ديالكم، واش بغيتوا بطيبيطات صغارين ولا مويان ولا كبار. بالنسبه للثمن راه غادي نشارك معكم ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. اللي بغات تحترف في هذا الميدان هذا ديال البطبوط المسمول بخصوص رمضان، يعني الناس كيطلبوا هاد عمر يعني كيتطلب في رمضان بزاف بزاف منهم بريوات منهم. المهم انا غادي انا حابسه الكوموند البنات، انا غادي نشارك معكم داكشي اللي كنديروا الاثمنه، وانتم يعني اللي كتبيع شي حاجه الله يسهل عليها، يعني انا غادي نشارك معكم الاثمنه باش هكا لا دار ولا ضرار، وكيبقى لك انت اختيار الربح ديالك. ما يمكنش انك تضربي التماره والانسان صايم في الاخر ما يشيطلكش الربح ديالك، يعني شويه كتجي قاصحه. كما قلت لكم العجينه كتكون عندنا مرخوف، هذا هو السر ديال البطبوط، ان العجينه كتكون عندنا مرخوفه. صافي هنايا كنبقى نكورها هكاك مع شويه ديال الفينو بالاستعانه ديال الفينو، حيت الا ما درناش الفينو العجينه كما كتشوفوا هانتوما مرخوفه. هنا خرجت لي سبعه كبار وحده صغيره يعني ثمانيه. صافي هنايا كنبقى نكور فيهم هكاك، وانا راه حاطه حدايا هنايا الماكينه وداكشي. هاد الماكينه هادي كانت عندي في الكراج، كنا ناسينها في الكراج، مي صراحه ما كطحنش زوين، ما كانت قديمه كاينه في الكراج. ملي خسروا لي هادوك تحرقوا لي، عبد الرحيم هبط جاب لي هادي، مي ما كطحنش ما كتحليش في مره، يعني بقيت شي كنهرمشو بيد بالماكينه شي كنبقى ندوز عليه هكاك بالموس، يعني باش حصلت على اللوز مهرمش. ان شاء الله راه عبد الرحيم راه هاد السيمانه غادي نديرو الكوموند انا وياه، اللي باقي كنشوفو الماكينه حيت هاد السيمانه كنا مشغولين، راكشو كل نهار رونديفوات باش غادي نكوماندي ماكينه من سي ديسكونت ولا امازون. هنا صافي البنات من بعد ما كورت البطيبيطات ديالي هما خليتهم غير خمسة دقائق عاد ما طحن داك اللوز هذاك، صافي دست كنعمرهم بالحشوه اللي كانت عندي بارده. انتم الحشوه راها بارده ديما، الا درتوها سخونه راه كتشقطع عليكم البطبوط وما كنخليهش يخمر، ما كتخلي لكمش العجينه انها تخمر ويجيكم البطبوط كيف ما تشوفوه من فوق ومفشوش. عرفتي يا البنات انا باقا صايمه دابا، يعني باش ما نقول لكمش انا دقته، ولكن غير ريحته والعجينه ديالو يعني دليل على انه صراحه غادي يجي واعر. صافي كنبقى نديرهم على شكل هانتوما كموسات، وكنستعن هنايا كيف ما كتشوفوا معايا بالفينو، ما كنعاودش نقلب العجينه نو غير داك القلبه الاولى باش الفينو ما كيكونش عندي لداخل في العجينه، يعني في الوسط ديال العجينه. صافي كنبقى ندير الحشوه. هنا الحشوه خرجتها على حساب سبعه كبار ووحيده صغيره باش تكفاني ليه الحشوه. هنا البنات صافي هذا هو اللوز اللي طحنته في هذا في البسطيله ديالي، غادي نخلطه وغادي ندوزو نعمروه ان شاء الله. من بعد دابا نقرص باش هادو دغيا كيتخبزو البنات ما كيتعطلوش بزاف، وغادي نشارك معاكم حتى ثمن البيع، يعني هاد المويان هادو وبشحال تبيعوهم هكا الناس بخصوص اللي كتسولوني على الاثمنه بزاف. تمام حنا عندنا نزابي الا ما درنالوش هادو الفطور، عيط رمضان علينا. لا شي رمضان هو في حالي عنده شي حاجه مميزه خاصها تكون عنده في الفطور. حاليا انا دابا الحريره، من الحريره غادي نرد هذا رمضان، راه باقي الحال انا باش نلوح لكم الفيديو على بكري، وعاد باقي خاصني ان شاء الله هذا نصاوب الملويات ديالي. انا عندي الملوي والحريره
من الاولويات اللي يكونوا في الطبله ديال الفطور. شي لاخر ما عنديش مشكل، مثلا بحال معمر بسطيله ولا بريوات ولا العنب، داكشي ما عنديش زعما مشكل. صافي هادو البنات ما يتعطل ما يتعطلوش زعما، غير واحد ربع ساعه وندوز نخمرهم 10 دقائق ربع ساعه ندوزو كطيبو فيهم. انا درت هنايا 7 كبار وحده صغيره يعني 8. يهنوني هاد السبع ايام مع المزاري، اش ما تشدوش انا وياه، نترمضنوش انا وياه. صافي الزينات ديالي نكمل دابا هنايا التكراس ونعمر هاد البريوات، نديرهم غير بريوات ما بغيتش نديرهم بسيطلات لا حتى شي حاجه، قلت غير بريوات لويهم دغيا ونخبز هادو وهانتوما معايا ان شاء الله. هنا الزينات ديالي صافي، ها هو اللوز كنحركو هنا في البسطيله. بالنسبه للدجاج البنات فرتتو البارح وداك العقده راكم شفتو معايا، خليتها كتستقطر في الشبكه باتت كتستقطر. الدجاج كنت فرتتو ودرت له القرفه والسكر كلاصي البارح في الليل، بقى غير اللوز يعني اللي خليته تصبح يعني رادقتها حيت مع الصيام يعني ما عليها دق. صوبت العقد صوبت الحشوه يعني البارح، كنديروا فيها غير القرفه والسكر كلاصي. انتي كدير دير في القرفه والسكر كلاصي وكتذوقي، الا شتيها باقا يعني مسوسه كتزيديها شويه السكر، كنتي كتعجبك يعني ما تكونش حلوه بزاف يعني انت اللي كتحكمي. تقريبا درت فيها واحد شنقول لكم واحد الكبه كبيره ديال السكر كلاصي ومع شويه ديال القرفه واللوز راكم شفتو معايا، خليته يعني حتى الصباح. صافي كندوزو هنايا كنشكلوها بريوات وكنستعن هنايا بالطحين مع الماء، هو اللي كنجمع به انا ديما في البريوات ديالي. هنايا تبارك الله راه خرجوا ليا وعاده درتهم كبارات ودرتهم عامرين، يعني البريوات تبارك الله كانوا عامرين عندي هنايا بالدجاج واللوز. صافي غادي اللي غادي نفطر به غادي نفطرو به، اللي زعما كنفطر به زعما كرانا غير بوحدي، اللي غادي نفطرو به غادي نفطرو به، واللي غادي ندوز كنخشيه في الكونجيلاتور راه غادي ندوز نخشيه في الكونجيلاتور. هنا سمحوا لي على التصوير شويه كان معذب شويه وحيت السيبوره كانت عندي تهرست ليا، ودرنا نهار اثنين ان شاء الله غدا كيكونوا سادين. اليوم ما غاديش يكفاني الحال مع الاول في رمضان يعني كيكون تابعيكي بزاف. ما توجدي هكا دابا هاد التحضيرات هادو يعني غادي يفيدوني هاد السيمانه هادي، يعني تقريبا بحال الملاوي اللي غادي تشوفوا معايا البطبوط، يعني تبارك الله كميه كثيره اللي غادي تخرج ليا هنايا واحد 6 ايام ولا 7 ايام. صافي هنايا دازت 10 دقائق البنات بالضبط، هبطت هنا البلانشا درتها تسخون، دهنت هنايا بشويه ديال الزويته. هانتوما البطبوط ديالي انا درتو البنات، ها هو كيطيب ليا هنايا، هانتوما غادي تشوفوا تبارك الله كيفاش كيتنفخ وكيفاش كيجي. زعما كنصحكم بهاد البلانشا كتفك البنات، والله الا كتفك وكتعاون بزاف بزاف بزاف. صافي هنايا كرش شويه ديال الزيت البنات، ماشي بزاف ماشي بزاف، هانتوما تشوفوا معايا. جيت انا يدي هنا ويدي هنا، انا باقا كان عمر في البريوات كما قلت لكم 10 دقائق خليته كيخمر هكاك، ودست كنصاوب في هذا كنخبز فيه وانا باقا كنعمر هنايا في البريوات، يعني كنعمر في البريوات وانا كنقلب. وحده اللي كانت تحرق لي ما تحرقاتش، كانت مسكينه كانت باغات تحرق مي لا نقدتها في اخر ساعه، حيت جيت هنايا كنعمر في البريوات وهكاك بقيت زعما كنعمر هنايا وكان يدي هنا ويدي هنا هكاك باش كنفك الشغل ديالي باش نمشي نرتاح شويه. هنا كما قلت لكم كانت عاد الربعه د العشيه يعني كنت خابزه فيها ودايره فيها البريوات، بقى لي غير الحريره والبريوات. البيتزا لاباط ديالها ديجا عندي في الكونجيلاتور، غير غادي نعمرها حيت اسلام باغي البيتزا حيت صايم وليدي مسكين اليوم. شي هذيك اللي كانت شويه غادي تحرق ليا، مي الحمد لله ما تحرقات، ولكن تبارك الله جا علام زوينات كما قلت لكم منفوخ 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 محلول من الداخل، يعني ما شهيتكم فيه الناس اللي كيعتز عليهم هكاك الشحيمه. لما بغيتوش انا ماشي ما كنبغيش الشحمه بزاف، مي عبد الرحيم عندي مضروب على هذا البطبوط هذا بالخصوص في رمضان. هنايا كنت لابسه عليكم يا اختي الفواطه يا اختي، علاش كتبقى الدار النيكرش يا البنات شويه وعليها كنبقى نحزم هكاك بالفواطه وشوني الحزام، يعني كنهبطو هكاك شويه كنزيرو شويه من التحت. كتعرفوا دابا مع الوقوف يعني ماشي مزيان للمراه اللي كتكون حامله، ولكن اخوتي فهاد اوروبا الا ما قديتيش راسك وطيبتي راسك يعني راه كاين شكون اللي غادي يعقل عليك. شوفوا تبارك الله كما قلت لكم البطبوط كيفاش كيتنفخ وكيفاش كيجي على مزويناته على مزويناته. وتا المقله الصراحه انت كتخبزي هادو ثلاثه في دقه يعني زوينه، هذه انا ننصحكم بها البنات. هاد المقلات هادو راه كاينين حتى في جيفي اللي بغاتهم، انا كنت هذه خديتها من اكسيو كما شفتوا معايا عام الاول ب 20 اورو، ولكن من تما ما رجعوش عاودوا جابوهم.
هنا البنات صافي دابا كملت الخبز ديال البطبوط، عمرت هنا البريوات ديال الدجاج بالطيلات ديال الدجاج، وهنايا الفريزه البنات كل عصا درتها هنايا في مايكا بوحدها شكل كنبقى هانية. هنايا هذا هو البطبوط ديالي بالشحمام. يعني البنات يا اختي ما شهيتكم ما شهيتكم فيه، عرفتي كي كيجا عرفتي كما كنقولوا كيترعد غير بوحدو. هانتوما شوفوا البطبوط البنات كيفاش كيجي، كامل كيجي غزال، غير تبعوا الطريقه هكا كيجي البنات. هذا بالنسبه للبيع تبيعوه بدورو ساكونت الوحده، علاش فيه الفلفله غاليه والبصله والشحمه والزيتون، الا كنتو ديروا فيه الكفته توصلوا حتى 3 اورو البنات اللي بغاه، قولوا لهم اللي بغا. بالنسبه لي انا هذا تخرجوه بدورو دورو 50، ما تلاخروش عليها حيت فيه غير الشحمه 2 اورو 2 اورو 50 على حساب الناس، على حساب الكونتيتي، على حساب اللي غيطلبوا لك يعني الكبار. هادو كانوا الناس كيقولوا لي واش الكوثر هادو كيتباعوا باورو، مي ما نضرش اختي انا هذه ديال الدجاج تباع باورو هنايا في فرنسا، راه قليله خاصها 2 اورو بالسطيله ديال هذا ديال هادو البسطيلات ديال الدجاج. الدجاج واللوز عرفتي راه عامرين البنات داك الشيء رفيع. حنا داك الدجاجه هاد الكونتيتي اللي خرجت لي بطبيعه الحال غادي نخلي منه من الفطور، والشيء الاخر حتى هو غادي نكونجلي، البطبوط دابا حتى يبرد ونحيد منه الفطور حتى هو غادي يدخل الكونجيلاتور البنات. المهم ريحته ما نعاودش لكم، هنا قسمت لكم فيديو حيت باقي خاصني ندير الملوي والحريره والبيتزا، هادو كتشوفوا فيديو واحد اخر ان شاء الله. هنا راه دابا راه عاد الربعه العشيه، كنت مكمله هادشي هذا يعني فقت مع 11 وصليت الصلاه ديالي، قلنا شويه القران ودخلت الكوزينه صوبت هادشي، نمشي عاوتاني دابا نجبد شويه وتاني مع داك 6 عاد نوض باش الملويات دغيا والحريره دغيا الحمص مفرط يعني ودغيا راه غادي طيب. ونشارك معكم طبيله الفطور ديالي الا قبلتوا عليا، انا غير كنبارطاجي معكم اليوميات ديالي هادشي اللي كاينه الزينات ديالي. خليكم على خير، هاد الفيديو هذا يعني يتبع تلقاو الكماله ديالو في الليل ان شاء الله. يلا الزينه ديالي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، الكومونتيرات، البارطاج، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.